ضربته حسيت بدوخة في البوص. ولا كان في إشي عادي، صار يعدوا كان بلش في نطقة من دون سبب ولا إشي. بعد نص ساعة طالهم طلعوا بعد ما كسرونا وانا اشتري واحد اكلت كتل فيها وانكسر اصبعي وايدي. بعد اسبوع تعم انه هون الصليب جبر لي اياهن ما تعرفوش علي ولا بشي. انا من الناس اللي انعزلت 3 ايام وانضربت، انضربت يعني وعلم على بدني 3 ايام، واصريت اني اروح على العياده وافرج الدكتوره وكتبت تقرير بهذا الاشي لاني كثير بكيت تعبان وعندي سكري وضغط وعندي مرض بالقلب. فيش اخذوا منا كل شيء، ما اخذوا هم ماخذين مواضعيهم. يعني لنرى فقط محمد الأسرى يخرجون في هذا البرد القارس حفاة. البلوزة البيضاء كانت كلها دم، دم من الضرب. يعني نكون قاعدين يجي عدد مغرب، عدد صباح، عدد فجر، الله اعلم، يفوتوا ينزلوا فينا بالدبسات، ينزلوا ضرب ضرب ضرب، يغمى علينا، نصحى نلاقي حالنا ببركة دم. الأسير المريض ما من مرة يعني ما بعتنوا فيه وما في دكاترة وما في أي شيء. وفق قصصهم لم يضربوهم، لم يمارسوا العنف تجاههم، لم تتوفر كمية كبيرة من الطعام، ولكنهم حصلوا على الطعام. يمكن أن نرى أنهم فقدوا بعض الوقت. عناصر حماس حاولوا إعطائهم الدواء ولكن لم يكن بشكل منظم. أحيانا توفرت الأدوية وأحيانا أخرى لم تتوفر، ولكن كانت هناك محاولات لتزويدهم بالأدوية. لم ينجح الأمر دائما، ولكنهم يتحدثون عن جزء كبير من أيام الأسر كانوا فيها معا. كانوا يتحدثون ويعطون محاضرات لبعضهم البعض ويقومون بنشاطات، ما منحهم نوعا من الحصانة لتحمل الظروف التي تواجدوا فيها تحت الأرض بينما لم يعرفوا ماذا سيحل بهم.